أهلا بكم أعزائي الطلاب في السلسلة التعليمية لمادة الجغرافيا الصف الثامن. عالم جبال الأنديز وحوض نهر الأمازون. سنتحدث في هذا الدرس عن: أولاً، الموقع وأهميته، الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي. ثانياً، المظاهر التضاريسية. منح الامتداد الكبير لقارة أمريكا الجنوبية على درجات العرض وخطوط الطول مساحة احتلت بها المرتبة الرابعة عالمياً، وموقعاً متميزاً وتنوعاً تضاريسياً وغناً بالثروات الباطنية، جعل الدول الاستعمارية تتنافس للسيطرة عليها. الموقع وأهميته. تشكل قارة أمريكا الجنوبية نحو 12% من مساحة اليابسة في موقع مهم يشكل امتداداً طبيعياً لقارة أمريكا الشمالية. معلومة عامة: يطلق مصطلح أمريكا اللاتينية على جميع الدول الممتدة من جنوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى جنوب أمريكا الجنوبية، وترجع تسميتها إلى أنها قد استعمرت من قبل دول تستخدم اللغة اللاتينية مثل إسبانيا والبرتغال. الموقع الفلكي. تمتد قارة أمريكا الجنوبية بين دائرتي العرض 13 درجة شمال خط الاستواء و 56 درجة جنوبه، وبين خطي الطول 35 درجة و 80 درجة غرب غرينتش. يمر خط الاستواء من نصفها الشمالي، بينما يمر مدار الجدي من وسطها، وقد منحها هذا الامتداد الكبير على دوائر العرض أهمية استراتيجية كبيرة وتباينا تضاريسيا ومناخيا واضحا. الموقع الجغرافي. تقع معظم أراضي قارة أمريكا الجنوبية في نصف الكرة الجنوبي، تحيط بها المياه تقريبا من كل جهاتها، ممتدة بين سواحل المحيط الأطلسي شرقا وسواحل المحيط الهادي غربا والبحر الكاريبي شمالا، وتقترب من القارة القطبية الجنوبية جنوبا، وتقدر مساحتها بنحو 17.8 مليون كيلومتر مربع. يشكل موقع أمريكا الجنوبية أهمية كبيرة لامتدادها الكبير على درجات العرض وإشرافها على محيطين مهمين، بالإضافة إلى تحكمها بمضيق ماجلان وتنوع بيئاتها الطبيعية والمناخية وغناها بالثروات الباطنية. وهذا ما أدى إلى تنافس الدول الاستعمارية عليها، إذ شهدت صراعات بين إسبانيا والبرتغال ثم إنجلترا وفرنسا، والآن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لبسط نفوذها عليها والسيطرة على اقتصادها. معلومة عامة: مضيق ماجلان يقع في أقصى جنوبي القارة، يصل المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ، يبلغ طوله 563 كيلومتر، ويتراوح عرضه ما بين 3 و 32 كيلومتر. اجتازه أول مرة الملاح البرتغالي فرديناند ماجلان عام 1520 ميلادية، فنسب إليه. سؤال: أكمل ما يلي. تمتد قارة أمريكا الجنوبية بين دائرتي العرض وبين خطي الطول وغرب غرينتش. ثانياً، المظاهر التضاريسية.
تتشابه تضاريس أمريكا الجنوبية مع تضاريس أمريكا الشمالية بمعظم صفاتها، وتقسم بحسب طبيعتها ومظاهر سطحها إلى عدة مجموعات متباينة. أولاً، السواحل والسهول الساحلية. تتميز سواحل القارة بطولها واستقامتها وقلة التعاريج فيها، باستثناء سواحل جنوب تشيلي حيث تكثر الفيوردات. أما السهول الساحلية فهي ضيقة باستثناء دلتات الأنهار، غير أنها شكلت مناطق جذب لسكان القارة منذ القدم ليمارسوا فيها أنشطتهم الاقتصادية المتنوعة من زراعة وصناعة. معلومة عامة، الفيوردات هي خلجان متعمقة في اليابسة ذات جوانب شديدة الانحدار، نشأت بفعل حث الجليد لليابسة. ثانياً، منطقة الهضاب الشرقية. وهي مرتفعات قديمة تعرضت لعوامل الحث، فشكلت ثلاث هضاب هي من الشمال إلى الجنوب، غويانا والبرازيل وهي أكبرها مساحة، وبتاغونيا. وتشكل هذه المنطقة مراع طبيعية خصبة يقصدها الرعاة صيفا لرعي قطعانهم، بالإضافة لاحتوائها على ثروات باطنية متنوعة كالذهب والألماس. أكمل ما يلي: تمتد قارة أمريكا الجنوبية بين دائرتي العرض 13 شمال خط الاستواء و 56 جنوبه، وبين خطي الطول 35 و 80 غرب غرينتش. ثالثاً، السهول الوسطى. تمتد بين جبال الأنديز في الغرب والهضاب الشرقية في الشرق، وتتصف بأنها ضعيفة الانحدار، تكثر فيها المستنقعات، وأهم هذه السهول من الشمال إلى الجنوب سهل اللانوس، ويجري فيه نهر الأورينوكو، سهل السلفاس، ويجري فيه نهر الأمازون، سهل البمباس، ويجري فيه نهر لابلاتا. وتربى في هذه السهول الحيوانات الرعوية التي تعد مورداً اقتصادياً مهماً للعديد من دول القارة. رابعاً، المرتفعات الغربية. فيها أطول سلسلة جبلية في العالم وتسمى جبال الأنديز. تشكل هذه السلسلة جداراً جبلياً مستمراً من شمال القارة إلى جنوبها على مسافة تزيد على 10,000 كيلومتر، ويتراوح ارتفاع قممها بين 5,500 متر إلى 7,000 متر في قمة أكونكاغوا. استقر في هذه المنطقة الهنود الحمر الذين مارسوا نشاطهم الاقتصادي المنوع من صيد ورعي. سؤال الحلقة: ما هو مضيق ماجلان؟ علل أهمية الامتداد الكبير لقارة أمريكا الشمالية. منحها امتدادها الكبير على دوائر العرض أهمية استراتيجية كبيرة وتباينا تضاريسيا ومناخيا واضحا. لماذا سميت قارة أمريكا الجنوبية باسم أمريكا اللاتينية؟ لأنها استعمرت من قبل دول تتكلم اللغة اللاتينية كإسبانيا والبرتغال. علل التنافس الاستعماري على أمريكا الجنوبية. بسبب امتدادها الكبير على درجات العرض وإشرافها على محيطين مهمين وتحكمها بمضيق ماجلان وتنوع بيئاتها الطبيعية والمناخية، بالإضافة إلى غناها بالثروات الباطنية.
جواب سؤال الحلقة السابقة: في أي عام نشأت دولة الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب: نشأت دولة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1776 ميلادية. وبهذا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم. للاستفسار عن أي معلومة أو فكرة، تواصلوا معنا عبر العناوين التالية: دمتم بخير والسلام عليكم.